للتحليل والوقوف حول هذه التفاصيل. من واشنطن بينضم إلينا السفير مسعود معلوف خبير الشؤون الأمريكية. يعني سعادة السفير مسعود، أرحب بك عبر منتصف النهار. تحية لك ولمستمعيكم الكرام. يعني عندما يكون هذا القرار، يعني بايدن وصفه بالسابقة الخطيرة، ويعني ترامب وصفه بأنه الانتصار الكبير للديمقراطية وأيضا للدستور، أيهما أقرب من وجهة نظرك؟ يعني إذا كنا نريد أن نكون واقعيين، هذا القرار مفصل على قياس الرئيس ترامب لكي لا تقوم بحقه المحاكمات القائمة حاليا، وذلك اتخذ هذا القرار حتى دون أن يذكر اسم الرئيس ترامب، واتخذ قرار وكأنه يتعلق بجميع الرؤساء، ولكن المقصود منه هو الرئيس ترامب أولا بالنسبة إلى مضمون هذا القرار الصادر عن المحكمة العسكرية، بالنسبة إلى إعفاء الرئيس وحصانته من جميع الأعمال الرسمية التي يقوم بها، وهنالك أعمال رسمية قام بها الرئيس ترامب ولكنها خرق للدستور ومخالفة للدستور وغير ذلك من الأمور. والآن تاريخ صدور هذا القرار قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية يعطي الرئيس ترامب حقا بالنسبة إلى ما كان يقوله هو من قبل، ولكنه يلغي 250 عاما من الصلاحيات الرئيس المحدودة، ليست محدودة بالمعنى الحصري ولكن بمعنى أن الرئيس ليس فوق القانون، لا يوجد أحد في الولايات المتحدة سعود يعني فوق سعادة القانون. سعادة السفير، هذه نعم. نقطة مهمة، ولكن أريد أن أعود إلى نقطة أخرى ذكرتها في الحوار، وهي أن هذه الـ يعني الرفع الحصانة حتى ولو كان بشكل جزئي هو مفصل لترامب، يعني ما هي السندية القانونية لإعطائه الحصانة الجزئية أو ليست بشكل كامل، وأيضا ما هو السندية القانونية لديك بأنه مفصل وليس واقعي؟ يعني الأمور التي يتحدث عنها هذا القرار، أولا هو الرئيس ترامب عنده محاكمات كثيرة، وهو الذي رفع هذه محامو الرئيس ترامب رفعوا القضية إلى المحكمة العليا، هنالك محاكمات سائرة منها قبل أن يصبح رئيسا، وهذه تأخذ مجراها العادي، وهنالك قضية أدين بها الرئيس ترامب ب34 تهمة، والقاضي سيتخذ قراره في 11 من هذا الشهر، أي بعد 9 أيام من شراء الصمت. ولكن هنالك تعني تحديدا شراء الصمت، قضية شراء الصمت هي أهم قضية. نعم هذه قبل أن يكون ترامب رئيسا، ولكن بعد الرئاسة مثلا عندما قام بتشجيع مناصريه بالهجوم على الكونغرس لكي لا تعلن نتيجة فوز الرئيس، صحيح اللعب في الانتخابات اتصف. هذه قضية أخرى أو 6 قضايا نعم أخرى، ولكن أريد أن تفضل سيدي. نعم سعادة السفير، اتصاله بنائب الرئيس مايك بنس الذي كان يرأس جلسة الكونغرس لإعلان فوز الرئيس بايدن، اتصل به ليطلب منه عدم إعلان هذه اعتبرتها المحكمة قضية رسمية، أي أن هذه لا يمكن محاكمة ترامب عليها. هذه أمور تدل على أن القانون أو أن قرار المحكمة العليا مفصل للرئيس ترامب، كذلك اتصاله بوزارة العدل والطلب منها أن تحقق بأمور كثيرة تتعلق يعني مفهوم الشكل العام. سعادة السفير، مفهوم الشكل العام أنت تريد إيصال فكرة أنه يعني مثقل بالأحكام القضائية وليس من المنطقي أن يتم حمايته أو حصانته حتى ولو كانت بشكل جزئي، وضحت الفكرة. ولكن على الصعيد الآخر كنا بنتحدث وذكرت بأن هذه الحصانة غير قانونية، لا يمكن أن تحدث لأن 250 عاما من الحرية والديمقراطية، وكما قال بايدن أيضا بأن لا أحد فوق القانون، وهذه هتصبح سابقة في تاريخ أمريكا. هل بتعتقد بأن الوضع سيتغير وسيتم رفع هذه الحصانة حتى ولو جزئية نتيجة التنديدات بأن ليست هذه أمريكا التي يعرفها العالم؟
لا أحد يمكن أن يغير قرار المحكمة العليا إلا المحكمة العليا بنفسها، ولكن لكنه سيعود إلى محكمة أخرى أقل، يعني المحكمة العليا. نعم، المحاكم التي أدنى منها ستقرر فيما إذا كانت الأعمال التي هي موضوع المحاكمة هي أعمال رسمية أو غير رسمية. يعني إذا قالت المحكمة الدنيا أن هذا عمل غير رسمي وينبغي محاكمة الرئيس ترامب عليه، فإن محامي الرئيس ترامب يستطيعون أن يرفعوا هذا إلى محكمة أعلى ومن ثم إلى المحكمة العليا، والمحكمة العليا ستحكم كما تريد بالنتيجة. يعني أي أن الموضوع عام معروف ما هي قسم من الأمور الرسمية، أما الأمور غير الرسمية فهذا أمر مطاط. ولذلك عندما سيحال الرئيس ترامب السابق، الرئيس السابق ترامب إلى محكمة ما في هذه الظروف الآن، المحكمة الدنيا ستنظر إذا كان العمل هو عمل رسمي. في حال كان رسميا قالت أن العمل رسمي لا يمكن المحاكمة، إذا قالت هذه أن هذا العمل غير رسمي يمكن للرئيس ترامب أن يستدعي هذا، أي يقوم بالاستدعاء. إذا فشل أيضا بالاستدعاء سيذهب إلى المحكمة العليا، وطبعا كل ذلك سيأخذ وقتا طويلا، لا يمكن إنجاز ذلك قبل نوفمبر الانتخابات. صحيح، من الانتخابات. نعم. وبالتالي يعني هي هو وقت ضائع. هذا الجزء تمت الإجابة عنه باستفاضة. طيب، أي الهدف من هذه الأشياء، من حصانة، من مناظرة، من وإلى، هي عملية سباق انتخابي. هل ستؤثر هذه الأحداث على أصوات الناخبين وقرارهم بالتبعية؟ يعني إذا بما أن هنالك محاكمات، وقد كانت ستقام محاكمات، ستقام نعم محاكمات إضافية ضد الرئيس ترامب قبل الانتخابات، من شأن ذلك أن يؤثر بعض الشيء على قسم من الناخبين غير الملتزمين. ولكن الآن هؤلاء يعتبرون أن الرئيس ترامب ليس عليه أي محاكمات جدية بالنسبة إلى الأعمال التي قام بها. ولكن علينا أيضا أن ننظر من جهة ثانية إلى أن الرئيس بايدن هو أيضا سيستفيد من ذلك. كان هذا سؤالي التالي لك سعادة السفير. نعم. لضيق الوقت، يعني نعم. من هو المستفيد الأكبر من رفع الحصانة، هل هو ترامب أم بايدن؟ لا ترامب، حتما ترامب هو المستفيد الأكبر، ولكن بايدن سيستفيد، لأن ترامب في حال فاز وتوعد أنه سيحاكم الرئيس بايدن على قرارات اتخذها سابقا، بعد قرار المحكمة العليا لن يستطيع ترامب أن يحاكم الرئيس السابق بايدن في حال سقط بايدن في الانتخابات، لأن المحكمة العليا قررت أن أعمال الرئيس هي الأعمال الرسمية لا يمكن المحاكمة عليها. سعادة السفير مسعود معلوف، يعني الخبير في الشؤون الأمريكية، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا في منتصف النهار من واشنطن.